بالمناسبه امبارح وفي اطار الاستعدادات للمواجهه المرتقبه للنادي الاهلي طبعا يوم الجمعه الجاي ان شاء الله امام الترجي في اياب نصف النهائي دوري ابطال افريقيا، الجهاز الفني للفريق الاول كان حريص جدا على اقامه مباراه وديه دفع خلالها بمجموعه من اللاعبين الى جانب طبعا عناصر من قطاع الناشئين. خطوه مهمه جدا بتوضح مدى اهتمام النادي وكولر بالناشئين. كمان اجتمع امبارح كولر مع دكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق عشان يطمن على حاله اللعيبه وتحديد برنامج التدريبات خلال الفتره المقبله. وبالمناسبه الشناوي ابتدى برنامج علاج بعد ما كان بيشتكي من الام في عضله السمانه، ان شاء الله تكون بسيطه باذن الله. بص احنا عندنا اخبار كثيره جدا كمان يعني ايجابيه واخبار حلوه على النادي الاهلي وشراكات جديده لو حضراتكم كمان تابعتوا امبارح، بس قبل ما نستكمل ان انا كنت حابه ان انا ابدا النهارده واحكي برضو يا كريم حاجه حصلت، لان الحاجات اللي زي كده لازم الواحد يتكلم عنها بصراحه. انا امبارح كنت في يعني احدى الكافيهات في الشيخ زايد، فقاعده مع صحابي بعدين وانا خلاص ماشيه فقمت فبطلع عند الباب، ناحيه الباب في ترابيزه فيها ست كبيره في السن يعني وواضح ان هي مع اولادها واحفادها. والله العظيم يا كريم انت مش متخيل، انا لقيت واحده بتنادي بتقول لي نهوان، فببص كده ست كبيره يعني، فببص انا ما افتكرت اني اعرفها في الاول بس ما اعرفهاش، فقالت لي تعالي انا عايزه اسلم عليكي. رحت اسلم عليها، بتتابعنا كل يوم الصبح يا كريم، بتحب النادي الاهلي بشكل غير عادي. انا اللي بحكي لحضراتكم ده حصل بجد. بتقول لي والله العظيم بتقول لي انا قبل اي مباراه بقرا سوره البقره واقعد ادعي للنادي الاهلي، وبعد ما النادي الاهلي يكسب بقعد احمد ربنا. يا سلام. ست اعتقد تتعدى يعني لو ما كنتش غلطانه ال 80 سنه. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يديها الصحه. كانت لحظه حلوه قوي طبعًا. عندي من الكلام الواحد ممكن يسمع طبعًا. كلام حلو كومبلمنتس يعني الناس صحيح. تدعي له، لكن بجد لما بيبقى من حد كبير وحد من قلبه بتحس الكلام طالع وبيدعي لك كانك بجد حد من ولاده او احفاده. انا انبسطت جدا جدا، شوف النادي الاهلي ازاي بيحبب فيك الناس طبعًا. يعني وعلى فكره بركه دعاها ودعاء ناس كتير جدا زيها ده برضو من العناصر اللي طول عمرها الحقيقه بتعمل مفعول السحر مع النادي الاهلي، الى جانب بقى احنا بنتكلم على منظومه وعلى فريق كبير وعلى تاريخ. بعيدا عن كل الكلام ده، بند الجماهير جزء لا يتجزا من نجاح النادي الاهلي على مر العصور، وبين قوسين كده بركه الدعاء كمان بتاع الجماهير. بجد يعني من احلى الحاجات اللي حصلت لي يعني من فتره كبيره يعني الحمد لله.